Bonjour mes amis. Donc nous sommes vendredi. Vendredi 14 juin. Et chef tout, je vous avais annoncé il y a 3 jours dans une vidéo terre, le président Tebboune est invité au G7. Kennes répondait que Barkam al-Khorti. Barkam al-Khorti. كيفاش تبوني راه جي 7؟ قلت لكم يا ودي إلا إيتي إنفيتي فوز ألي فوار. إي فينالمون إي سي روتروفي أوفيسيالمون البارح في جي 7. راه فيزيت أوفيسيال كوم أن غران إنفيتي بارمي لي بلو بويسون دو سو موند دي 7. إي بصح أنا ما نهدرش على لو جي 7. سي با. C'est pas aussi important que le fait que relax l'Italie, la résidence Tao, Shkunja, Djeyjeri, Macron. Djeyjeri, je suis presque rai, Yahbi, Beskis Tablo, Tebboune. Où est-ce que les للحركة ولاد فرنسا ولاد المروك يقطعوا في تبون كوموندي فيه ماكرون كيعيط له ماكرون ولي كوموندي فيه يقولوا واش دير هاي لا بروف شكون اللي راح لاخر شكون اللي راح لا ريزيدونس دو لوطر ماكرون بي ريزيدونس ا باري استادير وين لو ليو تاع لو جي 7 تبون راح لا ريزيدونس تاعو شكون اللي راح عند الاخر زيد هضر معاه ويضحك وفرحان ونا وزاد ما عرفش يطلقو حتى خرج معاه للجردة ويهضر معاه ويشدو باش نقول لكم باللي قد ما تحبوا تحقروا بلادكم باسكو اون فيت تبون qui aura le G7. C'est pas en tant que personne, parce qu'il est beau là, parce qu'il est... Non, c'est parce qu'il est président d'un pays puissant aujourd'hui, l'Algérie. Vous voulez m'avoir dit ça, mais ça vrai, celui qui veut... Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les ennemis de l'Algérie. La harka l'air en France. Ou le... واللي يتخلص فيهم من المروك وإسرائيل سي سكيزون هذا ما عندهم يقطع بزاف يطيحوا يحبوا يطيحوا في الجزائر في المعنويات تاع الشعب تاع الجزائر مي فو زافي فو هنايا إي فا إتر روسو بار لي بريزيدون لي بلو بويسون دون لو موند إي ils le reçoivent en tant que président d'un pays puissant en Afrique. C'est pas comme ça. Un pays qui a des ressources inextricables. On a dit, mais Zahir, parce que vous voulez Zahir, il a un avenir, il a un مستقبل تاع تبوني روح ويا بصح يبقى الخيرات تاع الجزائر تبقى هنا والحركه اخي نعرفوهم ما يحشموش طحنا يدوروا الفيستا مش ما عندهمش دي بوزيسيون تاع دي فري اوبوزون كيما كنا نعرفو بكري لي اوبوزون تاع بكري رجال C'est pas la peine de citer leur nom. Ils ont souffert dans la sécurité militaire. Ou Daouhom, ou Talgohom, ou Tibaoufihom, ou Karolom Fihiyatom. Bzakadou des opposants, ils n'ont jamais changé. Hadou. Des opposants de Taïwan. Rien par que Dora Rihiji Mdjedzeir, Aoujoumadzeir, Bladri. بلادي زير بلادي
لارجيني مسخيه بالدم تاع الشهداء. فوالا لا فورس دو لارجيني. شفتوا كيفاش ان بي وين ولادو الشعب تاعو مامش قاع هنا وفي الخارج طايحين عليه، في الخارج طايحين عليه مع الـ مع الـ العمال تاع إسرائيل وتاع المروك، وهنايا كيف كيف يخدموا في الحكومة ويدوا في الخيرات تاع الحكومة الجزائرية، بس يصابوطي ويقطعوا ويكرهوا بلادها. مي زير ما طيحش، كون بلاد واحد اخرى كوريا حصراني طاحت، واش المصايب اللي عاقبوا عليها من الانديبوندونس لليوم؟ مصايب كبار، وعاقبتهم بالعقل، وعاقبتهم بالعقل ساعات ساعات افيك ريغور. سي نورمال، لازم المطرق، حكومة اللي ما تجبدش المطرق في الوقت مش حكومة. سي با الشعب كي كوموند، الشعب في بارتي دو لارجيري، الحقوق تاعو كاينه، ياكل ويشرب وقاعد عنده ما يخصو والو، مي ما يحاولش يركب على الحكومه ولا يجي ضد الحكومه على جال ما داش حبه سوسات، ما عطولوش حبه كابريز يولي ضد بلادو. انا نسمعو فيهم في القهاوي، ما تسمعش كاع بلي الحكومه دارت حاجه مليحه. الحكومه هاي واش دارت؟ تبوني زيت في الدرام وزيت في الشهريه وزيت في الوالد الثالث، ما كاش اللي يقول، ما كاش اللي يقول يعطيها الصحه الحكومه. ايه قاعدين غير يمنشروا. قال الله يرحمه بوتفليقة طيبة الحمام، كنت لا بارلي دي جورناليست سي ان فوالا. بلي الجزائر عندها الرجال تاعها، ما تخافوش، الرجال كاينين تاعها، راهم في المناصب تاعهم وراهم يخدموا وقاعدين وساكتين. الشعب يسب فيهم والشعب يقطع فيهم وهم راهم يخدموا. اي في لي مومون هاي الصح، في لي مومون ديفيسيل تشوف كيفاش يخرجوا ويسلكوا البلاد. نهار لا كريز مع صحاب اللي نحيا عليها نموت، رفضوا السلاح طلعوا للجبال ويقتلوا. واش قال لهم الجنرال ماجور محمد العماري الله يرحمه، راجل قال لهم شو بلا تي 1 مليون دالجيريان بور سوفي لارجيري. فوالا سو كيل فو بور ان بيي لي ماتو عليه 1 مليون 800 شهداء. خليوش حنا بلادنا يلعبوا بها الرخاص ويلعبوا بها الطحنة، لأن جرب على دوره يبيع بلاده. قال السلام عليكم، تحية تبون، تحية الجزائر. هم دوكا ما لقاوش شي يهضر لي زوبوز، ما لقاوش، هم ساكتين كي راح الجيسات، هم ساكتين. قال السلام عليكم.